الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتي الطالبتين، الفصل الثاني، سنتعلم في درس التوحيد. نبدأ تعلمنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الاعتقاد عن السمعيات، الباب العام منه في السمعيات، وتكلمنا سابقا عن الاعتقاد باليوم الآخر. السمعيات هو الذي هي الأمور التي لا تعرف إلا بالسمع من الكتاب والسنة. إذا لا نعرفه إلا ما نسمع من الكتاب، من القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا العقل معرفتها في اعتقاد. طيب، الاعتقاد الأول، تكلمنا سابقا على الاعتقاد باليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر وكيف، وما لابد أن نؤمن منه هكذا. وإن شاء الله سندخل اليوم في الاعتقاد بحشر الأجساد. نعم، الاعتقاد ما هو الإيمان أو التصديق، نعم، بحشر الأجساد. حشر بمعنى القيام من الموت، القيام من الموت بحشر الأجساد. كيف طريقة قيام الناس من موتهم؟ حشر الأجساد، الأجساد المراد من الجسد، الجمع من الجسد. وحشر الأجساد بمعنى القيام. ما وجود الأجساد عند قيامه مرة أخرى في يوم القيامة؟ هو قيام الناس من مراكدهم، اللي أعتقد بهذا الأجساد هو قيام الناس. إذا الناس يقومون مرة أخرى من موتهم، من مراكدهم، المراد من موتهم أو من مقبرتهم أو من قبورهم يوم القيامة. إذا كل إنسان بعد في يوم القيامة يحشر أو يقوم من موتهم مرة أخرى هكذا. صحيح الأجساد، صحيح هذا مضاف في الحقيقة، صحيح هنا، ولكن هنا يكون حالا فيكون منصوبا بحذف النون. صحيح الصحيح من الصحيحين، ولكن متى يكون مضاف، متى يكون مضافا فيكون صحيح بحذف النون، صحيح الأجساد. إذا الناس يقومون كما يعيش في الدنيا، صحيح الأجساد، ليس فقط روحا ولكن جسدا. الإنسان، الناس يتساءلون في كيفية الحشر، كيفية حشر الأجساد، هل روحا فقط أو روحا وجسدا. ولكن هنا نعتقد بأن الحشر في يوم القيامة روحا وجسدا. إذا يكون الناس كما يكونون في حياتهم، في عيشهم قبل موتهم هكذا. مهما تفرقت أجسادهم، مهما كانت أجسادهم فسدت. لماذا؟ لأن تأكله، ماذا؟ لتأكله الحيوان الصغير في القبر. مهما فسدت أجسادهم، ولكن معد في يوم القيامة يحشر صحيح الأجساد جميعا. Jadi badannya lengkap nanti, sempurna lagi seperti ketika mereka hidup. Hakata. ليحاسب كل على ما قدمت يداه، لأي شيء للحساب. ماذا نحسب؟ ما قدمت يداه، ما عمله في الدنيا. إذن نعتقد بأن الإنسان سيقوم من موتهم، وبعد ذلك يحاسب ويقوم من موتهم صحيح الأجساد، وبعد ذلك يقوم الحساب بين الناس على ما قدمت يداه من الأعمال. وليست بصعب على الله الذي خلقنا أول مرة أن يعيد خلقنا، وهذا ليس شيء صعب عند الله.
إذا خلق الله إذا خلقنا الله قبل موتنا صحيح الجسد يا فأمر يسير أو أمر سهل إذا أراد الله أن يحشرنا بعد موتنا صحيح الجسد أيضا ya, tidak bukan perkara yang sulit perkara senang saja ya bagi Allah untuk mengembalikan penciptaan kita semua. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن الله يبعث من في القبور سورة الحج الآية السابعة هذه الآية تدل على أن الله سيبعث أو سيقيم من في القبور من يموت عند يوم القيامة فطبعا لأن كل إنسان يموت قبل يوم القيامة ليس قبل يوم القيامة عند يوم القيامة كل الناس يموتون وبعد موتهم سيبعثهم الله كل كل منهم وبعد الحساب توزن أعمالهم وبعد في الحساب ستوزن أعمالهم الحسنات توضع في كفة اليمين والسيئات توضع في كفة الشمال okay. لينكشف لكل واحد مقدار عمله ليعرف لينظر نحن سننظر بعدين كم حسناتنا وكم سيئاتنا في الدنيا سنرى توضع في الميزان توضع أعمالنا في الميزان بعدين فمن رجح خيره على شره أعطى كتابه بيمينه وفاز فوزا عظيما فمن كانت كفة اليمين كفته اليمين أثقل من كفة الشمال ya, kalau timbangan kanan yang lebih berat daripada timbangan kirinya wal murad minhu al hasanatuhu akthar min sayyiatihi fa sayu'ta kitabuhu bil yamin bil yadil yumna wa faza fawzan azima sayu'ta bil yadil yumna asyartu لازم أن تكون حسناته أكثر من سيئاته هكذا ومن رجح شره ومن رجحت كفة الشمال على كفة اليمين أعطى وأتي كتابه بشماله يعطى الكتاب بالشمال هذا كتابك وخسر خسرانا مبينا dan akan merugi serugi-ruginya. Wa kaifa kana al-kufar? Al-kufar habitat a'maluhum la nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang kafir itu tidak dihisab. Terus masuk neraka. Kata Allah bukan kata saya. Ya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak ada mizan, mizan itu hanya untuk orang muslim. Hanya untuk al-mu'minun al-muttaqun billah. Wa amal Qur'an, wa amal kuffar la yuqamu lahum al-mizan. Ya. Mubasyaratan tadkhulun nar. Ya, masiruhum jahannam wa bi'sal masir hakad. Fa idzan ya fi hayatina la budda lana an nukthira hasanatina wa alla na'mal ma'asi kathiran li'annahu ya unzur ha huwa dha ar-rabih fi yaumil qiyamah wa huwa wa ha huwa dha al-khasir fi yaumil qiyamah ar-rabih huwa alladhi kanat hasanatuhu akthar min sayyiatihi wal khasir man kanat sayyiatuhu akthar min hasanatihi falidhalika akthir min al-khayrat fi dunya fala tukthir al-ma'asi hadha طيب اعتقد اكتفي ب البيان عن الاعتقاد بحشر الأجساد والخلاصة من تعلم اليوم هو قيام الناس صحيح الجسد كل على جسد صحيح وبذلك يقوم الحساب بين الناس وكيف يكون الحساب يكون الحساب بوضع أعمالنا في الميزان ya fi kaffatil yamin nadu yadu hasan yudau hasanatuna fil yamin wa tudau sayiatuna fil shimal wa man kanat faman kana faman kanat kaffatuhu al yamin rajahat fa rabiha ribhan azima faman
كانت كفة شماله أثقل، فأعطي كتابه بشماله وخسر خسرانا مبينا. أكتفي بهذا القدر وأشكركم على حسن الاهتمام. نختتم بقراءة كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.